عيدان شيبان الشيخ قالوا المحترم السيدة عضو مجلس محافظة نينوى السيدة سمية غانم الخابوري المحترمة السيد عضو مجلس محافظة نينوى الأستاذ عبد الله أثيل النجيفي المحترم السيدة مدير مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في نينوى السيدة ميثاق طالب يوسف المحترمة إن شاء الله أنا مستبشر والله خير بوجود الجميع سواء أستاذ عيدان أو أستاذ سمية أو أستاذ عبد الله اللي هو المفروض إنه تكمل المسيرة يا أستاذ عبد الله مثل ما تفضلت ست ميثاق حقيقة ست وسن في البداية أحب أشكرها لأن هذا خلال شهرين الدار تحول دور كلها تحولت من حالة إلى حالة أحسن بكثير حقيقة و حضرنا اليوم مناسبة لمديرية العمل والشؤون الاجتماعية في محافظة نينوى للاحتفال بكوكبة من خريجين من عدة معاهد معهد النور ومعاهد أخرى للكفيفين ولذوي الاحتياجات الخاصة سعيدين حقيقة بهذه النشاطات وبهذه الهمة الموجودة والقائمين حقيقة على العمل بشكل مستمر هناك الكثير من المتطوعين في مدينة الموصل ومحافظة نينوى دائما ما يقفون مع ذوي الهمم بطريقة مشرفة وتليق بهوية وتاريخ هذه المحافظة الاحتفال كان حقيقة حضره كثير من هذه المعاهد التابعة للمديرية وسنكون حريصين على المتابعة معهم بشكل مستمر إن شاء الله حقيقة جهود مباركة جهود جبارة مشكور عليها من يقوم على هذه الأعمال المباركة المثمرة لهذه الفئات الضعيفة التي وجدت كل هذا الاحتضان وكل هذا التشجيع وكل هذا التأهيل للخروج إلى المجتمع كأعضاء منتجين قادرين على العمل قادرين على التعايش مع المجتمع قادرين على الإنتاج يعني نحن فرحين جدا بكل هذا العمل المثمر المبارك ونشكر شكر جزيل كل القائمين على هذه الدور على هذا العمل على هذه المعاهد وداعمين لهم بكل ما نستطيع حقيقة الهدف من هذه المناسبة تكريم هذا الخريجين من دور المكفوفين ومعهد النور ووجودنا هناك مجلس محافظة أعضاء مجلس محافظة ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية التي رأسها في المجلس مع زملائي الموجودين من أعضاء مجلس المحافظة اللي هم أيضا أعضاء في اللجنة حقيقة حضرنا اليوم دعما لهذه الشريحة المتضررة من مجتمعنا الموصلي بشكل عام حقيقة وجودنا ونحن دائما معهم زيارات مستمرة لدور المسنين والبراعم وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة هذا وجودنا معهم إن شاء الله راح يكون دعم لهذه الشريحة من مجتمعنا الموصل اليوم فرحة المكفوفين هي رسالة لكل العالم أن المكفوفين لهم قابلية ولهم إبداع ولهم قادرين على الوصول إذا اتحت لهم الفرصة اليوم معهد النور للمكفوفين أتاح لهم هذه الفرصة وبجهود السيدة انتصار الجبوري مستشارة مجلس رئيس مجلس النواب استحصلت الموافقات الرسمية لزج هذه الشريحة في امتحانات البكالوريا الأساس الابتدائي هي أول وجبة تزج في امتحانات البكالوريا منذ تأسيس المعهد عام 2001 طبعا الفرحة كانت كبيرة بتخرج طلابنا الأعزاء في هؤلاء المعهدين وخاصة أنه إحنا في معهد النور للمكفوفين للمرة الأولى نخرج طلاب صف السادس الابتدائي وبالتالي هم يستطيعون أن يكملون مشوارهم في المدارس المتوسطة العفو بعد إكمالهم المدرسة الابتدائية في معهد النور الهدف من هذا أنه إكساب طلابنا المعرفة والعلم وانخراطهم في المجتمع وتقبل المجتمع لهم والحمد لله والشكر
كل طلابنا الأعزاء شفتوهم هم قد جديرين بهاي الشهادة وبهذا التخرج وبهذا العلم اللي أخذوه من هذه المعاهد. المعاقين فخر للعالم، فخر للناس. يعني الشعور اليوم كلش حلو بأنه يطلعون المكفوفين أو أي معاق، حلو شعوره من يطلع ويصير الحلم اللي يريده. وهاي الشغلات يعني يحب الحلم، يفتخر بنفسه انه يطلع الحلم المهنة اللي يريدها كدكتور او يعني اي شيء.